بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين أجمعين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: وكثير من الناس يغلط في هذا الموضع، فيظن في شخص أنه ولي لله، ويظن أن ولي الله يقبل منه كل ما يقوله ويسلم إليه كل ما يفعله، وإن خالف الكتاب والسنة فيوافق ذلك الشخص ويخالف ما بعث الله به رسوله الذي فرض الله على جميع الخلق تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، وجعله الفارق بين أوليائه وأعدائه، وبين أهل الجنة وأهل النار، وبين السعداء والأشقياء. فمن اتبعه كان من أولياء الله المتقين وجنده المفلحين وعباده الصالحين، ومن لم يتبعه كان من أعداء الله الخاسرين المجرمين. فتجره مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وموافقته ذلك الشخص أولاً إلى البدعة والضلال، وآخراً إلى الكفر والنفاق، ويكون له نصيب من قوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه، يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقوله تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الكلام الذي سمعنا من ابتداء الكلام والقراءة وهو قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكثير من الناس يغلط في هذا الموضع، فيظن في شخص أنه ولي لله، ويظن أن ولي الله يقبل منه كل ما يقوله ويسلم إليه كل ما يفعله وإن خالف الكتاب والسنة. هذا فيه توكيد لما سبق معاشر الإخوان في أول الفصل، من أنه ليس من شرط ولي الله جل وعلا أن يكون معصوما لا يغلط ولا يخطي، بل يجوز أن يخفى عليه علم الشريعة، ويجوز عليه أن تشتبه عليه بعض أمور الدين حتى يحسب بعض الأمور مما أمر الله به وهي مما نهى الله عنه. ويجوز أيضا عليه أن يظن في بعض الخوارق إنها كرامات أولياء الله تعالى، وهي في الحقيقة من الشيطان لبسها عليهم الشيطان، فيظن هؤلاء أنها كرامات وهي من الشيطان، فتكون لبست عليه لنقص درجته في العلم وفي اليقين فيقع في هذا، فلا يعرف أنها من الشيطان وتلتبس عليه الأمور. وإن لم نخرج بذلك عن ولاية الله تبارك وتعالى، يكون هذا من الغلط الذي حصل عليه وجرى له بسبب واحد من هذه الأمور، إما بخفاء علم الشريعة عليه، وإما باشتباه بعض أمور الدين عليه، وإما يغلب على ظنه أن مثل هذه الخوارق التي رأى
أنها من الكرامات وأنها من كرامات أولياء الله، وهي في الحقيقة من الشيطان لبسها عليه بسبب نقص درجته في العلم واليقين والإيمان، فيحصل عنده هذا. وهو بسبب هذه الأعذار التي ذكرنا لا يخرج عن ولاية الله تعالى. ولكن المقصود من ضرب هذه الأمور جواز الخطأ عليه مهما كان ومهما بلغ من الصلاح ومهما بلغ من الثقة والزهد والورع، لكنه ليس بمعصوم. فلما لم يكن معصوما كالنبي صلوات الله وسلامه عليه وبقية الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، جاز أن تقع منهم هذه الأمور كما تقدم الكلام معنا عن شيخ الإسلام رحمه الله، فتقع منه المخالفة للكتاب والسنة، تقع منه المخالفة للكتاب والسنة ويقع منه الغلط. وهذا الغلط وهذه المخالفة للكتاب والسنة بسبب ما ذكرنا، بسبب نقص درجته في العلم، وذلك بأن يخفى عليه شيء من علم الشريعة، هذا نقص درجته في العلم، وسبب خطأ ظنه. فيجوز أن تشتبه عليه بعض أمور الدين حتى يحسب بعضها مما أمر الله به وتكون مما نهى الله عنه، فاشتبهت عليه فوقع منه الغلط وإن كان صالحا. وهذا فيه أعظم رد على الذين يستسهلون أن تقول لهم العالم الفلاني اشتبه عليه، لم يوفق من فهم الصواب، بلغته الأدلة فلم يفهم عدم الصحيح، فيرى أنك تتنقص هذا العالم الفلاني أو هذا الصالح أو هذا العابد أو هذا الزاهد، ويقلب ظهر المجن، وما ذلك إلا ليبقى هو على باطله وليصد الناس عن اتباع الحق وتجريد المتابعة للدليل، فيعظم في أنفسهم ذلك المعظم وذلك المرجو وذلك العالم وذلك المتبع وذلك الصالح وذلك العابد وذلك الزاهد بدعوى ظاهرها فيه الحق وفيه الرحمة وفيه الاحترام، وباطنها من قبله العذاب، باطنها ادعاء العسرة له بلسان الحال وإن لم يكن بلسان المقال. إذ ما من أحد بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا ويجوز عليهم الغلط، فيحصل من العالم ومن العابد ومن الولي يحصل منه الغلط، فيحصل لك بمثل هذا الذي ذكرنا، إما باشتباه وإما بغلبة ظن أن هذا من الخوارق والكرامات والخير وأنها من كرامات أولياء الله، وتكون من الشيطان لبسها لما نقص علمه، فيخرج بذلك عن عصمه، فلا يجوز أن يتابع على غلطه، ولا يخرج بذلك عن ولاية الله لكونه معذورا ولكونه مأجورا معذورا في خطأه، ومع ذلك لا يتابع عليه، ومأجورا في اجتهاده، أراد الحق لكنه لم يجوز، فلو أجر الاجتهاد وحرم أجر الصواب، وينبه على أنه أخطأ في هذا، وليس من شرط الولي أن يكون معصوما. فهذا كله يدلنا دلالة واضحة على بطلان من يقول قول من يقول إن الولي أرفع مرتبة من النبي أيضا، هذا كله يدلنا على بطلان هذه المقالة الضالة التي يزعم فيها أن الولي أرفع مرتبة من النبي، كما قال ابن عربي مكان النبوة في برزخ، ابن عربي الضال زعيم الصوفية صاحب فصوص الكفر والزندقة الذي يسميه فصوص الحشب، هو في الحقيقة فصوص الكفر والزندقة، فيقول مكان النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي. هذا القول الضلال المخالف للأدلة الشرعية جاء ضلاله من عدة أمور،
أولا جعل الأولياء في رتبة فوق الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. حينما قال مكان النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي، فالنبوة والرسالة دون الولاية، والولي فوق الرسول وفوق النبي، هذا قول الضلال. وفيه أيضا أن الأولياء الذين تقدم ذكرهم عنده في درجة عالية فوق أنبياء الله ورسله فهم معصومون، هذا ضلال مبين، هذه زندقة عظيمة. وفيه أيضا مخالفة ما عليه عامة أهل الإسلام الذين يقولون الرسول أعلى من النبي، وهؤلاء جعلوا النبي فوق الرسول، وهذا عكس ما عليه علماء الإسلام. والشاهد أن غلط هؤلاء الغالطين من الناس في هذا الموضع بسبب ما ذكرنا، بسبب اعتقادهم في هذا الشخص الذي هو ولي كما يقولون ويظنون، يظنون أنه إذا كان وليا سلم له كل ما يقول، وقبل منه كل ما يقول، وسلم له كل ما يفعل، وإن خالف الكتاب والسنة. وحينئذ يأتي ويحصل لمن اعتقد هذا الاعتقاد، تحصل له الكارثة العظيمة، تحصل له المصيبة العظيمة، فيخالف هذه المصيبة، فيخالف ما بعث الله به رسوله الذي فرض الله جل وعلا على جميع الخلق، تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، يخالف خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقدم عليه خبر هذا الذي يعتقد أنه ولي، ويقدم عليه فعل هذا الذي يعتقد هو أنه ولي. وفي الحقيقة هذه المسألة هي الفارقة بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ومن هنا جاء العنوان، عنوان الكتاب، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فأولياء الرحمن لا يقدمون على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا على خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا على فعل رسوله صلى الله عليه وسلم قولا وخبرا وفعلا كائنا من كان من الناس. فهؤلاء هم السعداء حقيقة والأتقياء، وهم أولياء الله المتقون، وهم جنده المفلحون، وهم عباده الصالحون. وأما الصنف الأول وهم من خالفوا ما بعث الله به رسوله وتركوا أمره صلى الله عليه وسلم وتركوا خبره ولم يصدقوه ولم يطيعوه، فهؤلاء في الأصل في الحقيقة هم الأشقياء، وهؤلاء في الحقيقة هم التعساء وهم الضالون، نسأل الله العافية والسلامة. فالأولون هم الخيار الأبرار، والآخرون هم الأشقياء وأهل النار
نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك فهذه الضلالة نعود ونؤكدها، ما هي؟ الاعتقاد في أن الولي لا يخطي وأنه معصوم يصل به إلى درجة العصمة وأنه لا يغلط وأنه يقبل منه كل ما يقول ويسلم إليه كل ما يفعل لا يعترض عليه. هذه الضلالة تجرهم كما سبق إلى مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموافقة ذلك الشخص. على كل ما يقول الباطل، موافقة ذلك الشخص على كل ما يقوله من الباطل وما يفعله من الباطل، ونعني به الذي أخطأ فيه. وإذا حصل منه ذلك جرته هذه المخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم، والموافقة لمن يزعم له الولاية على باطله وعلى خطئه جرته أولا إلى البدعة والضلال. حيث نزل هذا في منزلة المعصوم، وآخرا إلى الكفر والنفاق. النتيجة الثمرة هي الكفر والنفاق، لأن الله جل وعلا يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذا كان كذلك اسمعوا حال من شابهه يكون له نصيب من أصحاب هذه الآية: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يكون له نصيب من هذه الآية، يندم يوم القيامة حين لا ينفع الندم، ويتحسر حيث لا تنفعه الحسرة بل يزيد ألما على ألمه. وتنطبق عليه أيضا هذه الآية: وله نصيب من حال أهلها يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، لأنهم تركوا طاعة الله ورسوله وخالفوا أمر الله وأمر رسوله ولم يصدقوا ما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وتركوا أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلموا أمورهم لمن يجيز عليه الخطأ والغلط ونقص العلم وضعف اليقين والاشتباه والظن وحصول اللبس إما بسبب قلة الفهم أو من الشيطان التلبيس من الشيطان. وافقوا من كانت هذه حاله مطلقة ونزلوه في منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكونون حينئذ كمن قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، فيتحسرون يوم القيامة ويتندمون لأنهم تركوا من أمروا بطاعته واتباعه في كل ما يقول ويفعل صلوات الله وسلامه عليه، واتبعوا من يجوز عليه الغلط ونزلوه منزلة المعصوم فأخذوا كل أقواله وأعماله. وأهل الاتباع إنما يقيسون الناس بكلام الله وكلام رسوله، أولياء الله المفلحون وجنده الفائزون وحزبه النافعون يقيسون الناس في أقوالهم وأفعالهم بالكتاب والسنة، ويعرضون أقوالهم على الكتاب والسنة، مهما بلغوا في العلم، مهما بلغوا في الصلاح، مهما بلغوا في التقى، مهما بلغوا في الزهد، مهما بلغوا في الورع، يعرضون أقوالهم وأعمالهم على ما جاء في الكتاب والسنة.
إن وافقت قبلوها، وإن ظهر الخطأ فيها ردوها من غير أن يخرجوهم عن ولاية الله إذا كانوا من الصالحين كما ذكرنا قبل قليل، من غير أن يخرجوهم عن ولاية الله إذ ليس من شرع الولي العصمة من الخطأ. أما إذا كانوا من الشياطين وليسوا من العلماء ولا من العابدين ولا من الزاهدين ولا من المتقين، فهؤلاء سيأتي الكلام عنهم إن شاء الله تعالى. نعم. وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وهؤلاء مشابهون للنصارى الذين قال الله تعالى فيهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وفي مسند الترمذي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه في تفسير هذه الآية لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ما عبدوهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم، وكانت هذه عبادتهم إياهم. ولهذا قيل في مثل هؤلاء: إنما حرموا الوصول بتضييع الأصول، فإن أصل الأصول تحقيق الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الإيمان بأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق إنسهم وجنهم عربهم وعجمهم علمائهم وعبادهم ملوكهم وسوقتهم، وأنه لا طريق إلى الله عز وجل لأحد من الخلق إلا بمتابعته صلى الله عليه وسلم باطناً وظاهراً، حتى لو أدركه موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام وغيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لوجب عليهم اتباعه، كما قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم هو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ على أمته الميثاق لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. وقد قال تعالى: ألم نعم هذا الكلام فيه بيان لمن اتخذ الأولياء من دون الله تبارك وتعالى يعظمهم كما يعظم الله جل وعلا ويحبهم كما يحب الله جل وعلا، ولا شك أن من فعل ذلك فقد اتخذهم آلهة مع الله تبارك وتعالى، ولذلك ذمهم الله جل وعز بقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.
ومحبتهم هنا تخديم أمرهم على أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أثبته شيخ الإسلام بقول الله جل وعز: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فالشاهد هذه الآية تبين أن من اتخذ من دون الله ندا كالولي ونحوه الذي تجعله ولاية ويحبه كحب الله ويعطيه ما هو حق لله من الطاعة المطلقة وأخذ جميع أقواله وأفعاله وتصديق جميع أخباره جميع أقواله وأفعاله، نحن هذا الولي الذي يزعم له الولاية وتصديقه في جميع أخباره، فهذا قد اتخذه إلها مع الله تبارك وتعالى. وإن لم يقل بلسان حاله، لكن فبلسان مقاله، وإن لم يقله بلسان مقاله، لكن لسان حاله ناطق بذلك. إذ أنزله في منزلة الله تبارك وتعالى فعظم، فلم يرد من قوله شيئا، لم يخالف من أمره شيئا، يعمل بكل ما أمر به، يقتدي به أيضا في كل ما يفعل. فنسأل الله العافية والسلامة من ذلك. فلو فعل حراما خطأ أو اشتباها عليه أو لقلة علمه أو لظنه أن هذا حق، فقد يكون هو معذور عند الله، لكن هذا المعظم له لا يعذر عند الله تبارك وتعالى، فتجده ينزله هذه المنزلة. فلذلك قال الله جل وعلا: والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني لا يقدمون على قول الله جل وعلا وأمره سبحانه وتعالى قولا ولا أمرا، كائنا من كان قائله. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدمون على قوله ولا على أمره ولا على فعله قول أحد ولا أمر أحد ولا فعل أحد من الناس كائنا من كان. وهؤلاء يوم القيامة إن كانوا من أولياء الله الصالحين وحزب المفلحين سيتبرأ منهم، كما قال الله عن الملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن. الآية. فالشاهد هذا الولي الصالح يتبرأ من هؤلاء، وإن كانوا صالحين فسيجمعهم الله يوم القيامة هم وإياهم في نار جهنم، ويكونون كحال الكفرة الذين قال الله فيهم: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن قوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا هؤلاء هم الشادة من الذين اتبعوا هؤلاء هم الأتباع، ورعوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كبرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منه، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليه وما هم بخارجين النار. وهؤلاء كما قال المصنف رحمه الله مشابهون للنصارى. لماذا؟ لأن النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم كذلك عبدوه وجعلوه هو الله أو ابن الله أو ذلك ثلاثة. فهؤلاء المشابهون للنصارى ومشابهون لليهود، فالأحبار هم في اليهود والرهبان هم في النصارى. وهؤلاء الأحبار والرهبان يحلون
الحرام لأتباعه فيتبعونهم ويحلونه ويحرمون عليهم الحلال فيتبعونهم ويحرمونه. فسمتهم الله سبحانه وتعالى أربابا. ولا شك أن من أطاع غير الله في تحريم ما أحله الله أو تحليل ما حرمه الله فقد اتخذه ربا. نسأل الله العافية والسلام. فهؤلاء الذين يزعمون لأوليائهم العصمة من الغلط ويتبعونهم في كل ما يقولون ويصدقونهم في كل ما يخبرون ويتابعونهم في كل ما يفعلون هؤلاء المشابهون لمن اتبعوا الأحبار والرهبان. فإن الأحبار والرهبان قد أخبر الله عنهم بما سمعنا يحرمون الحلال على أتباعهم فيحرمونه ويحلون لهم الحرام فيحلونه. والأحبار هم علماء اليهود والرهبان هم عباد النصارى. وهكذا المسيح ابن مريم اتخذوه أيضا إلها من دون الله مع أنه لم يأمرهم بذلك كما أخبرنا الله جل وعلا بذلك في كتابه. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلى عين من دون الله قال سبحانك ما كان ما يكون قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلت فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وكنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فبرأ الله عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام مما نسبه إليه هؤلاء الكذابون وبرأه مما يفعله معه هؤلاء الكذابون ويصنعونه معه عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وبين أنه أمرهم بعبادة الله وحده كما قال هنا وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فالشاهد من زعم لوليه ما تقدم ذكره أنه معصوم أنه لا يخطي وأنه يجب أن يتابع في كل ما يقول وكل ما يفعل ويصدق في كل ما يخبر فهو مشابه لهؤلاء اليهود والنصارى الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية لعدي بن حاتم رضي الله عنه. عدي بن حاتم الطائي المعروف رضي الله عنه ابن حاتم الطائي الجواد المشهور. وذلك حينما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سنة 9 وقد كان نصرانيا وفي عنقه وحلقه الصليب قد تعلق فأمره أن ينزع ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فأخبره عليه الصلاة والسلام بما سمعنا فقال رضي الله عنه إنا لسنا نعبدهم يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام أليس يحلون لكم الحرام فتحرمونه أليس يحلون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون عليكم الحلال
فتحرمونه؟ قال لا، قال تلك عبادته، فهذه عبادته. فمن اتبع هؤلاء الأولياء الذين يزعم لهم أنهم أولياء في كل ما تقدم ذكره مما ذكرناه، فقد شابه اليهود والنصارى في اتخاذهم للأحبار والرهبان أربابا من دون الله. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله، ولهذا قيل في مثل هؤلاء، يعني في مثل هؤلاء الضلال، ولذلك قيل في مثل هؤلاء، يعني في مثل هؤلاء الضلال. إنما حرم الأصول بتضييع الأصول. وهذا حق. الأصول التي حرموها هنا هي الثلاثة: طاعة الله المطلقة، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك المطلقة، فإنه لا يأمر إلا بأمر الله، صلوات الله وسلامه عليه، واتباع الكتاب والسنة. هذه الأصول، هذه الأصول التي بينها المصنف في كلامه هذا، فمن ضيعها حرم الوصول إلى الله جل وعلا. من ضيع هذه الأصول الثلاثة، طاعة الله وطاعة رسوله واتباع الكتاب والسنة، فقد حرم الوصول إلى الله جل وعلا، الوصول إلى جنته، جنة عدن. فإن هذه الأصول هي طريق الوصول إلى الله وإلى جنته وإلى دار كرامته وإلى النجاة من عذابه وإلى الفوز بثوابه جل وعلا. لذلك يقول شيخ الإسلام: فإن أصل الأصول تحقيق الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أصل الأصول. أصل الأصول هو تحقيق الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الإيمان بأنه عليه الصلاة والسلام رسول إلى جميع الخلق إنسهم وجنهم، كما قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة منا بشيرا ونذيرا. قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزقا وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال جل من قائل: أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد. الآيات فدل ذلك على أنه عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى جميع الخلق، إلى جميع الخلق إنسهم وجنهم وعربهم وعجمهم، علمائهم وعبادهم، أشرافهم ووضعائهم، ملوكهم وسوقتهم، كلهم يجب عليه متابعته عليه الصلاة والسلام، كما جاء ذلك في الصحيح: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي ارسلت به الا كان اصحاب النار. وهذه الامه هي امه الدعوه، وخص بالذكر اليهود والنصارى لاجل الا يتوحى انهم غير داخلين، لاجل الا يتوحى انهم غير داخلين في دعوته، وانهم لهم كتاب ولهم نبي فلا يلزمهم اتباعه والإيمان به صلوات الله وسلامه عليه. فقال:
ما سمعنا في هذا الحديث. وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام بعد بعثته قد قطع الله جميع الطرق، سد الله جميع الطرق إلى الجنة إلا من طريقه عليه الصلاة والسلام، فلا بد من الإيمان به ومتابعته ظاهرا وباطنا. وقوله رحمه الله متابعته ظاهرا وباطنا ليخرج بذلك أهل النفاق، ليخرج بذلك أهل النفاق، فمن تابعه في الظاهر ولم يكن مقتنعا بما جاء به في الباطن فلا ينفعه ذلك. وما أكثرهم من زمن بعثته إلى يومنا هذا، لا كثرهم الله أهل النفاق، ما أكثرهم. العلمانيون مثلا والليبراليون مثلا في هذا الزمان، وهكذا من شابههم من الشيوعيين ونحوهم ممن لا نستطيع ان نحصيهم. وهذا التمثيل ليس للحصر وانما تمثيلا فقط، انما هو تمثيل فقط. فمن كان من هؤلاء ولو زعم انه من هذه الامه من امه محمد صلى الله عليه وسلم الا انه ليس في الحقيقه منهم، لانهم لم يؤمنوا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. بل المنافقون احسن حالا منهم، المنافقون الاولون احسن حالا من العلمانيين ومن الليبراليين ومن كان على شاكله في هذه الازمان، لان المنافقين كانوا يظهرون الكفر ويظهرون الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما هؤلاء فيظهرون الزندقة ويظهرون الباطل ويظهرون الكفر ويظهرون الإلحاد. وعليه فلا تكفي المتابعة في الظاهر، بل لا بد من المتابعة ظاهرا وباطنا. فالمتابعة في الظاهر يكفي بالأعمال، والمتابعة بالباطن أن تكون صادرة هذه الأعمال عن الإيمان، وهو التصديق التام المستلزم للقبول والخضوع الإعلاني لما جاء به عليه الصلاة والسلام. فمن لم يكن كذلك لم يكن على طريقة أهل الإيمان، وإنما كان على طريقة أهل النفاق، هذا إذا كان يظهر الإيمان. أما إذا كان يظهر الباطل وتنقص الدين وعيب الدين وعيب أهل الدين وذم أهل الدين والطعن في الدين ورمي بالتخلف والرجعية، فهذا زنديق ظاهر، نسأل الله العافية والسلامة. وعلى كل حال هؤلاء حرموا الوصول إلى الله. لماذا؟ لأنهم ضيعوا الأصول، وكل من ضيع الأصول في كل باب فإنه حمل الوصول. ومثال ذلك الحكمة المشروع منه نجاة، من ضيع الوصول حرم الوصول، حرم الوصول. ومن ضيع وصول العلم حرم الوصول للعلم الحقيقي، العلم النافع الذي يورث الفقه للدين والبصيرة فيه ومعرفة الهدى من الضلال والحق من الباطل والخير من الشر والإيمان من الكفر ونحو ذلك. فهذا هو العلم الصحيح الذي يورث صاحبه هذا العلم. قال الله، قال رسوله، قال الصحابة أولو العلم فاني، العلم نصبة وسيلة في سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. والجهل أيضا هو أساس البلاء، فكيف إذا ضاف الهوى؟ الجهل داء قاتل، فدواءه أمران في التكييف المتفقان، نص من القرآن أو من سنة، فالطبيب ذاك العالم الرباني. وعلى العبد أن يتعرى وأن يبتعد عن التلبس بثوب الهلاك. الجهل المركب والتعصب، فثوب الجهل المركب وثوب التعصب هما ثوباء الهلاك، وتعرى من ثوبين من يلبسهما فقد صواب
منة وهوان ثوبه من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئسة الشيبان. فهكذا من تعصب لمن يعظم وقدم قوله على قول الله ورسوله وأمره على أمر الله ورسوله وفعله على فعل الله ورسوله ونزله بمنزلة المعصوم على أنهلك. وذاك مع هذه الضلالة ضلالة التعصب فإنه يهلك. الجهل أوقعه غير الضلالة وزاده التعصب في بقائه فيها وعدم خروجه منها. فنحن نسأل الله العافية والسلامة. وإذا كان الله جل وعلا قد أخذ الميثاق على الأنبياء السابقين وأممهم إن أدركوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم وبعث وهم أحياء أن يؤمنوا به فكيف ويتركوا ما هم عليه؟ فكيف بمن هو دونهم؟ إذا كان الله جل وعلا قد أخذ ميثاق النبيين كما سمعنا في الآية السابقة وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق بما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلك الإصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فإذا كان هذا مع الأنبياء السابقين وأممهم السابقة أخذ الله العهد عليهم لئن بعث الله محمدا وأدركوه يجب عليهم أن يؤمنوا بما جاء به ويصدقوه عليه الصلاة والسلام بما أخبره به عليه الصلاة والسلام ويتبعوه فيما قاله وفعله عليه الصلاة والسلام ولا يجوز لهم مخالفته. فإذا كان هذا في الأنبياء السابقين فكيف بمن يزعم لهم الولاية ويقال عنهم إنهم أولياء؟ يجب عليهم هذا من باب أولى لأن التمثيل بالأعلى متضمن من أدنى من باب أولى. فمن يزعم له الولاية هو داخل في هذا من باب أولى. فيجب على كل من يزعم أو يزعم له أنه ولي أن يكون منقادا لما جاء به النبي. يجب على كل من يزعم أو يزعم له أنه نبي اتباع ما جاء أنه ولي اتباع ما جاء به النبي. يجب على كل من يزعم أو يزعم له أنه ولي اتباع ما جاء به النبي. فإن لم يتبع ما جاء به النبي وأعرض عنه فهذا ليس بولي. هذا ليس بولي ولا تجوز متابعته وهو داخل ومن تعصب له في الآيات السابقة. فإن الولي لا يمكن إلا أن يكون متبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لا يجوز أن يزعم له العصمة وأنه لا يخطئ من أتباعه الذين يعظمونه. ولعلنا نقف هنا معاشر الأحبة ونقف ونستكفي بهذا القدر يا شيخ مزمل. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين.